حالنا بحالهم، ما في ناس تطلع زايدة عليهم، هم مجرمون، لكن الإجرام ما ينزعش عنهم صفة إنسان. صحيح الكثير منهم اختار طريق عوج وغرق في بحر الجريمة، لكن كاين اللي لقى راسو مجرم بالصدفة، كما كاين اللي رضع الإجرام من صغرو. حياتهم وكيف أصبحوا مجرمين بل أخطرهم وأشهرهم. حلقات يومية اخترناها لكم في هذا رمضان اللي يكمل عليكم بخير، ماشي باش نمدحوهم بل باش ناخدو الدروس والعبر. فمرحبا بكم وكونوا كثيرين في التتبع ديالكم والتفاعل. رمضان كريم وصحة فطوركم وصيامكم إن شاء الله مقبول. الحلقة جديدة من حلقات سلسلة أخطر وأشهر مجرمين عرفهم المغرب. غادي نتكلموا على سفاح واحد آخر، وهو سفاح اللي مكنينو مول الباش أو سفاح عين سردون. هذا اللي الطخ السمعة ديال هاد المنطقة البريئة مسكينة والمعروفة بطيبوبة الأهل ديالها، وما كانش بوحدو اللي ارتكب الجرائم، كان عنده الشريك. مولباش ما رضعش الإجرام التيدي ديال مو، أو كان مجرم بالفطرة، لكن فعيله فعيل المجرمين. ما بقى حتى تحطيحة ما نضش منها أبدا، هو مجرم كبقية المجرمين طالما أن ارتكب جرائم، وجريمة اللي ارتكب كانت بشعة، سواء كان ظريف صغره وشبابه أو شرير. المهم أصبح مجرم قتال. هاد السيد ما قراش شي قراية حتى لهيه، وعاش طفولة مرمدة كما مرمدة الخاتمة ديالو. والله يجعل آخرنا أحسن من أولنا، والله يعطينا حسن الخاتمة، قولوا آمين. الله يجعل دعواتنا ودعواتكم مستجابة إن شاء الله في هذا الشهر الكريم، والله يبعد عليكم كحل الراس وبحال هاد المشاكل وبحال حتى هاد بنادم. نجي نسرد لكم تفاصيل كيفاش صبح مول الباش مجرم وكيفاش تفرش، ونتمنى نتوفق في السرد ونعطيكم المعطيات اللازمة اللي محيطة بالشي اللي دار. ديك الصباح اهتزت منطقة عين سردون الجميلة والمعروفة بالشلالات ديالها على خبر فاجعة مقتل شي بنت في العمر الزهور. الخبر شاع في غياب الناس وبسرعة، حيت المدينة صغيرة وقرام واحد الجاوي يبخرها كما كيقولوا المغاربة. الجريمة صبحت على كل لسان وحديث كل الناس، كل شي كان مصدوم، حتى واحد ما توقع ديك الجريمة بحال هاد الجرائم مألوفاش والناس قليل ما كيسمعوا بها. شي راعي ديال الغنم هو اللي لقى صدفة ديك الجثة ديال البنت مدفونة في موقع حدا كلية العلوم والتقنية بالمدينة. كلاب الدالة كانت كلات من لحمها، لا حول ولا قوة إلا بالله نهشتها. لقاها هذا الراعي السارح بعد أكثر من سيمانة من اللي اختفت ديك البنت في ظروف غامضة. من اللي لقاها غوت وقالها للسراح صحابو اللي كانوا في نفس البلاصة، وصل الخبر للجدرمية والمسؤولين في السلطة وقنات القيامة، وجات الضابطة القضائية وعينت الجثة وصورتها ودارت محضر معاينة واستمعت للسارح وصحابه باعتبارهم مشهود وما اللي لقاو الجثة. المهم البحث بدا والتحريات وصلت في الأول وفي وقت قياسي لجوج ديال المتهمين، هما مول الباش وعزري والشريك ديالو العطار الأربعين اللي عنده ستة ديال الولاد. هادو تشدو واعترفوا وتحالوا على التحقيق. مول الباش خال الأمانة والصدقة اللي عنده مع الضحية وحتى الجوار، وارتكب مجزرة في حق البنت. طمع والطمع طاعون، الغدر عنوان عند بعض البشر، ما يراعيو الوالو لا للخير ولا اللي صرف فيهم شي درة خير. القصة للإشارة كانت حلقة من حلقات البرنامج التلفزيوني ديال أخطر المجرمين على القناة الثانية، وحنا ما غاديش ننقلوها، ولكن جبنا لكم معطيات ديالنا الخاصة وبطريقتنا، لأن يعني كل واحد عنده طريقته في الحكي من هذه القصص. كاين اللي كيحكيها من وجهة نظر بوليسي، وكاين اللي كيحكيها من وجهة نظر صحفي، وكاين اللي كيحكيها مجرد أن الشخص كانت عنده علاقة بالمتهم الرئيسي. المهم هي أن نبحثوا على الحقيقة ونقدموا محتوى ما فيه شي حاجة اللي كيخدش الحياة، ولا فيه شي حاجة مخلة ولا مسيئة لا للمجرم ولا للعائلة ديالو ولا لأي طرف حدا آخر. حنا نروم فقط الإخبار ونسد القوس ونرجع من جديد نستر باش نهضر على الضحية، والسمية ديالها هي ليلى، وهي بنت شي فنانة شعبية معروفة كيقولو الشيخة بنت قصعين سردون. وعن هاد أمها مرتس الشيء الكثير. ومقابل ذلك كان ساكن حداها هاد الجار اللي هو مول الباش، اللي كان كيبان طيب وساكن في السفلي ديال دارها كاريه منها،
بعد ما ماتت امها الطيبوبه ديالو ما دامتش، والطمع معاه، الطمع ديما كيخرج على موليه، كيعمي البصيره ويعمي البصر. السيد بدا كيفكر مزيان كيفاش يستولي على الميراث ديال ديك البنت مسكينه، حيت عارفها مقطوعه من الشجره، غير ديك السيده كان دايره فيها الخير، كانت بنياها وخلت لها الرزق، كتبات لها كل الرزق بسميتها. وفي نظره هذه الدجاجه كمونتها ما شافش العواقب والشي اللي ممكن يوقع بعد ما يضيع السيده في حياتها. بدا في الاول بغى يدخلها من باب الحب والغرام والزواج ونرتبطوا ونكونوا اسره ونديروا وليدات حتى حنا، ويسهل علينا ربي ورزقها هو كاين، خصنا نخدموا ديك اللغه وديك السيمفونيه اللي كيديروها بزاف الدراري. ماشي كلشي كيكون غدار، ولكن البعض كيكون غدار مع البنات ومع المحيط ديالو، واللي فيه الغدر راه يغدر سواء كان مع بنت ولا مع اي كان. البنت ما بغاتش حيت هو كبير عليها في السن، وهي راحت العلاقة ديالو اللي كانت بعائلتها بامها بالتبني بالخصوص، وزيد عليها التفاوت الاجتماعي، السيد ما عندوش غير كاريه، هي كلشي عندها، وكانت خايفة لي يستولي على كلشي. المهم ما بغاتوش الزواج ونقطة، ما بغاتو لا الزواج ولا شي حاجة واحدة اخرى، ولا ما نقول شنو اللي طلب منها. هاد الجار هو مول الباش، واللي تحول للأسف من انسان طيب لذئب بشري مفترس، طمع معاه وبدا كيفكر باش يقتلها اللي ما بغاتوش للزواج ولا للمصاحبه، وهو اللي دبر العمليه ونفذها بمساعده الشريك ديالو. مسكينه كانت كتثق فيه بزاف، واحد المره طلبت منه باش يقلب ليها على شي دار تشريها فين تسكن من جديد، بعد ما باعت شي دار كانت عندها في الملكيه ديالها، وذلك في حين مسيره الجوج، بعتها ب 41 مليون ساعه. هو كان حرامي مقطع كيخطط باش يستولي على الفلوس ساعة غادي يجي فيها. كانت مسكينة دايرة فيه الثقة ودايرة له كلشي في يديه وما قنعش. كلفات امها بالتبني باش يدير كل المعاملات ديالها وعطيها حتى يعني الكود ديال الكارتيشي، دارت ليه كلشي في سميتو قبل 3 شهور ما تموت، وبقى الوضع على ما هو عليه بعد ما ماتت، حيت كاينة الثقة وما نواتش البنت فيه الشر ابدا، حيت ما كانش كيبين عليه الخصال ديال الشر او دار شي حاجه اللي ممكن تثير شبهات وشكوك فيه. مول الباش وهو الاشاره كان خياط، فكر مزيان ودار خطه واستعان بالصديق والشريك ديالو هو العطار، راهو مقطرين من نفس الطينه، واتفقوا بجوج يجيبوا البنت ويستدرجوها لشي دار. عيط ليها مول الباش وقال ليها لقينا لك واحد الدار اللي بغيت تشري، ووهمها ان مول الدار غادي يكون معاه باش يتفاوضوا ويتفاهموا على الثمن. تلاقاو في الدار وطلب منها التليفون ديالها باش يعيط لشي مول الدار باش يجي ويتفاهموا. ساعه هو دار هذه غير حيله، ودار غير مكالمه وهميه وغير باش يشغل الانتباه ديالها وما بقاش مركزه معاه. ديك اللحظه ملي شد التليفون ودار بنسو كيهضر فيه، خلاها تتفافات وحضرات راسها، وجاها من اللور وسد فمها، سد فمها بيديه بقوه. وفي نفس اللحظة خرج شريكو العطار اللي كان مخبي لداخل في شي غرفة، العطار ضربها بموس في كرشها. مول الباش زاد كمل عليها 5 ديال الطعنات باش طعنوها في ظهرها وصدرها حتى ماتت مسكينة، الله يرحمها ويوسع عليها. وتماك فين شافو أو جابو الساطور وجوج مواس كبار، وبداو كيقطعو جوج تاكزار هادو معنى الكلمة. أول حاجة دارو هي يفصلو الراس على بقية الجسد. متهمين بجوج قطعوا جثة ديالها ل 14 لجوج بثقة متناهية، وبلا ما يديروا شي ضجيج ممكن يثير انتباه ديال الجيران، تصفاحة محترفين. قطعوا الجثة وداروها في 4 ديال الخناشيد ميكا كبيرة، والخامس داروا فيه الحوايج ديالها وهزوا الفاس باش يحفروا أدوات الجريمة ومشاو. ديك الأطراف داروا معهم العلف ديال الشمندر ديال البقر، داروه باش يوهمو مول الهوندا اللي غادي يهز ليهم من ديك الاطراف ويبينوا له بان راه استحق غير العلف ولا شي حاجه. حتى هو مسكين جروه للمحاكمه، قالوا له ديك خناشي غير ديال العلف ديال الماشيه، باغيين يديوهم لمنطقه تامشاط. ما كانش في العلم ديالو شنو دايرين سخط الوالدين. عطاو المول هوندا 50 درهم وغادي يخرجوا عليه بديك 50 درهم، عطاوها ليه باش يهز ليهم الخناشي في الليل. هزها مسكين من الدار لتامشاط قدام كلية العلوم والتقنيات، في لقاو الجثة، لقاها السارح
عفوا، تماك دفنوا الخناشي بخمسة ديال الأماكن متباعدة، ورجعوا للدار ونظفوا كل شيء من أثر الجريمة، وتعشاو وعاشوا حياتهم بشكل عادي، الفلوس والزهو والنشاط. فعشر أيام فقط مول الباص سحب 4.5 مليون من الحساب ديال ليلى بالكارت كيشي، حيت كان عنده الكود كما قلت من قبل. موازاة مع ذلك طلق واحد الإشاعة باش الناس ما ي... والناس صدقوها للأسف، والناس ما يقلبوش في ليلى، قالوا بأن ليلى حرقات هجرت بطريقة غير شرعية لأوروبا وبالضبط لإسبانيا، قالوا مشات في ميناء طنجة. هادشي قبل ما يبان الكاذب ديالو وتكتشف الجريمة والجثة من طرف السراح قدام ديك المعهد. ملي تشد مول الباش والشريك ديالو العطار نكرو مسحو السما بليقا كما كيقولو المغاربة، لكن التناقضات اللي تسجلات في محضر الاستماع ليهم والفلوس اللي تسحبات في زمن قياسي وأدلة واحدة أخرى ما خلات ليهم فرصة فين يزيدو ينكرو. اعترفوا بكل شيء وتفاصيل هذه الجريمة البشعة وتحكموا بجوج بالإعدام. مول الباش مجرم طمع في رزق ليلى وتواطأ مع العطار وجهدوا حقها في الحياة، ودابا راهم ميتين في حياتهم في الحبس كيسوفريو ويستاهلوا، ما استمتعوا بفلوس ولا خيرات وميرات ليلى، وما خلوها مسكينة تعيش والطمع طاعون. وشكرا جزيلا اللي تبعتوا الفيديو حتى الاخر، وانا شاكر لكم على ذلك، والشكر موصول لكل متتبعي قناة مروكن كريم تي في الجريمة المغربية على التفاعل ديالهم والوفاء للقناة، وهم مشكورون على ذلك كما المتتبعين والناس اللي كيكتشفوا القناة لأول مرة، وليهم كنقولوا ديروا يديكم معنا، تابونا وضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديال القناة كل ما شاء الله، وأنتم مشكورون على ذلك. وإلى حلقة قادمة دمتم أوفياء لقناة مروكن كريم تي في الجريمة المغربية، ودامت لكم الأفراح والمصابات.